فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يمكن أن تفهم شيئا إلا إذا كان لك قلب حاضر، كلنا لنا قلوب، لكن الشأن كيف هذا القلب؟ هل هو قلب حاضر أو قلب غائب؟ ولذلك يا أحبة، من أعظم ما يحرص عليه الشيطان في صرف طلاب العلم عن العلم أن يصرف قلوبهم، أن يصرف قلوبهم. قد تتعب الشيطان بإصرارك على أن تحضر الدرس ويعجز عن أن يثنيك، لكنه يمكر بك من جانب آخر، فإذا جلست في الدرس غيب قلبك، فجاءك يوسوس لك بأشياء، اذكر كذا واذكر كذا، ولو أنك فعلت كذا، حتى تغيب، لأنه إذا غاب القلب انتفى الفهم، إذا غاب القلب انتفى الفهم. فلا بد من قلوب عاقلة حاضرة شاهدة وأسماع مصغية. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا يمكن أن تتذكر أو تعتبر بما في القرآن أو تفهم ما في القرآن إلا إذا انتبهت لهذا.